طردوهم طردتهم الشركه ديالهم 94 واحد اللي طردوا. حنا في اواخر ديال شهر 3 من 2021 قامت شركه انفير موتور بالطرد ديالنا بدون سابق انذار، وحنا كنا تقريبا حوالي 90 شخص. وبما اننا في دوله الحق والقانون اتجهنا قضائيا وضعنا الملفات ديالنا باش نتابعوا هذه المسطره القانونيه ديالنا. في الايام الاخيره القليله اللي دازت دابا صدرت الاحكام، مع العلم اننا نحن 90 شخص تقسمنا على 6 قوضات، 5 قوضات حكموا بالطرد التعسفي وبالمستحقات كامله للاخوان، بينما حنا عند المجموعه اللي كانت نسبه اكبر عن هذا القاضي هذا حكم بالعكس، لم يعتبره طردا تعسفيا ولم يكن هناك مستحقات ديالنا. هنا كيطرح التساؤل، كيف يعقل ان القضاء المغربي في نفس القضيه وحنا 90 واحد طردنا نفس النهار بنفس الرساله بنفس الساعه بنفس الملفات، اخوان مجموعه كتحكم لهم بالطرد التعسفي وبالمستحقات كامله، والاخرون كيكون العكس، المجموعه الاكبر اللي فيها 30 شخص كان العكس. هل هذا الشيء هذا من هذا القاضي ام هناك خطا ام ماذا؟ ومن هذا المنبر حنا كنطالبوا بالجهات المعنيه وزاره العدل باش تقوم بحث في هذه القضيه، هذه راه قضيه راي عام، قضيه راه خطيره. ونقطه ثانيه، بعد تسلمنا المقالات ديال الحكم اخوان كاملين لاحظوا هناك اخطاء كارثيه في الاسماء في العناوين في التواريخ، القضيه راه كارثيه. وكان من هنا كنطالبوا الجهات المسؤوله باش تشوف هذه القضيه هذه ودير البحث ديالها. هذه موظفه سابقه في شركه انيفير موتورز اللي تم الطرد ديالنا في اواخر شهر 3 في السيمانه الاولى في شهر 4. تفاجئنا بواحد الطرد تعسفي اللي كان صعيب الصراحه، ما تقبلناش حنايا بدون سابق انذار. طبعا حنايا في دوله الحق والقانون التجأنا للقضاء، جينا للقضاء باش ينصفنا، لقينا العكس، احكام كانت غير عادله وما كانتش في صالحنا. كانوا احكام مع قضاه اخرين، كانوا احكام مزيانه اللي هي الطرد التعسفي، الفصل، الضرر، العطله السنويه، هاد الاحكام اللي هي باينه. جا واحد القاضي اللي خدا واحد المجموعه لا باس بها، اللي كان فيها 30 واحد، حكم لنا غير بالفصل والعطله السنويه، فين هو الطرد التعسفي؟ مع العلم ان عندنا طرد تعسفي، راه دلا به المحامي ديالنا، دلا به العون القضائي اللي جا حتى الشركه دعين السبع القانون با مسدود في وجهنا. دوك فين حنا غادي نلتجئوا؟ حنا نلتجئنا للقضاء. وحنا راه زعما في دولة الحق والقانون، كنناشدوا جلالة الملك باش يشوف هذه القضية ديالنا. وجينا حنا علاش درنا حدا أمام المحكمة الابتدائية باش رئيس المحكمة الابتدائية يشوف هذا الملف ديالنا، راه باين. حنا خرجنا من شركة وحدة، حنا كنا 84 واحد ولا 90 واحد، خرجنا من شركة وحدة، خرجنا نهار واحد، خرجنا في تاريخ واحد، خرجنا في ساعة وحدة. علاش كانوا هاد الاحكام علينا قانون واحد؟ علاش شي ياخذ وشي ما ياخذش؟ حنا شركه وحده، حنا علينا حكم واحد.